السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. معنا معاكم النهاردة هنتكلم عن السمارت فون. السمارت فون دلوقتي اللي بقت في كل إيد واللي بيها بنتواصل ونتشارك تفاصيل حياتنا اليومية، واللي كتير مننا ما يعرفوش إن إحنا نقدر نتحكم في كل حاجة في بيتنا أو شركتنا أو مصنعنا، واللي برضه ما يعرفوش إن هو بيضيف لنا الطريق الأمان والراحة. فهنعرف النهاردة مع الباشمهندس مصطفى إزاي هنضيف الأمان والراحة لحياتنا مع طريق سمارت فون. ازي حضرتك يا باشمهندس مصطفى؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذه هند؟ اهلا استاذ مصطفى، قبل ما اتعرف على شركه حضرتك، طبعا حضرتك معروف، ولكن عايزين نتعرف حضرتك نفسك اكتر للساده المشاهدين. انا حابب بس قبل ما اعرف نفسي، اتعرضت لموقف وانا داخل قبل الاستوديو. قابلني كذا شخص سالني ايه هو الهوم اوتوميشن ده، او السمارت هوم، او البيوت الذكيه، عايز يعرف معناها. واحد تاني قابلني قال لي انا عندي هوم اوتوميشن في بيتي، بس حاسس ان انا مش مستفيد منه حاجه، وحاسس ان انا دفعت تكلفه على الفاضي، ف مش مأذي منه يعني. وفي واحد تالت قابلني برضو قال لي انا خلاص، انا يعني وصلت لمرحله ان انا هفكه ومش عايزه تاني، لان انا دفعت فلوس كتير على الفاضي. انا حابب اقول لهم ركزوا معايا في الحلقه ديت، ان شاء الله انا هخليكم تقتنعوا 100% انك تقدر تستفيد من السيستم اللي عندك، وانك تحوله لشيء مفيد مش شيء مضر، وانك ما تبقاش متضايق منه. واهم ثلاث حاجات لازم تتحققوا في الموضوع دوت هو الامان، التوفير، والراحه. الثلاث حاجات دول لازم تستفيد منهم جدا جدا جدا، ودول الثلاثه اي حد محتاجهم طبعا. بالظبط جدا، يعني الثلاث حاجات دول هم العامل الاساسي لتركيب السمارت هوم، او لانشاء فكره اصلا البيوت الذكيه او المصانع الذكيه او الشركات الذكيه. من هنا بقول لكم ركزوا معايا، وان شاء الله انا هحاول اقنعكم انكم تستفيدوا من الموضوع ده. مبدئيا انا احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي مهندس مصطفى. احنا اشتغلنا في المجال ده من 2007 بعد التخرج طبعا. اتنقلنا في كذا شركه مختلفه لحين ان احنا جينا في 2018 استقلنا، وبدأنا انا ومجموعه من المهندسين نأسس شركه اوتو انتنستي. كانت المين ميجور بتاعنا او الشغل الاساسي بتاعنا هو السمارت هوم. بدانا ندخل معاه جزء الاعمال الكهربائيه، لان احنا اكتشفنا بعد كده ان في ناس كتير بتاسس بيوتها وبتعمل شكل ديكور محترم جدا 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 جدا، بس للاسف جزء اللايتنج او الاضاءه هو اللي بيخلي الشكل في الاخر يطلع مش كويس. فاحنا ابتدينا ندعم الفكره ديت عندنا عن طريق الديزاين، ان احنا بندعم الديكور اللي هم مؤسسينه من خلال السبوت لايت او الداون لايت. والناس كتير ما تعرفش ايه الفرق ما بين السبوت لايت والداون لايت والاب لايت، وما يعرفوش ازاي يوفقوا او يستخدموا الاجزاء ديت في الشغل بتاعه. في ناس كتير ما تعرفش الفرق ما بين الوات وشده الاضاءه، الكلفن ودرجات الاضاءه، الالوان. لدرجه ان انا في عميل من فتره يعني بيقول لي ان هو كان منقي نوع كده من انواع الرخام لونه تركواز، اكتشف ان هو بعد ما ركبه في البيت عنده ان لونه مدي اخضر. فطبعا هو سالني هو في فرق، يعني الفرق ده جه منين؟ قلت له اكيد الفرق ده في الاضاءه. انت هناك كان في نوع اضاءه معين راكب بشده معينه، ولما انت جيت ركبت في البيت انت ركبت باضاءه ثانيه بشده اضاءه مختلفه، فالموضوع بان معاك ان الالوان مختلفه خالص. ده الجزء الاولاني او الشق الاولاني. وطبعا احنا لو قعدنا نتكلم على الموضوع دوت هناخد وقت كبير، فاحنا هنخلينا في الشق الثاني من اعمالنا في الشركه، وهو البيوت الذكيه. البيوت الذكيه هي عباره عن ايه؟ اول حاجه احنا بنعمل حاجه اسمها نظام متكامل. نظام متكامل ان احنا بنركب سيستمز مختلفه او انظمه مختلفه، اللي هي مبدئيا هنتكلم عن الامان. احنا محتاجين في بيتنا امان. طيب هامن بيتي ازاي او شركتي ازاي؟ اول حاجه بنبدا بكاميرات المراقبه. كاميرات المراقبه انا بقول للناس كلها ان كاميرات المراقبه ما بتمنعش السرقه، لكن هي بتقدر تخليني اعرف بعد كده مين دخل مين خرج، او الحركه العامه في المكان ماشيه ازاي. الشق الثاني من الامان هو اجهزه الانذار ضد السرقه. اجهزه الانذار ضد السرقه ده عامل اساسي لحمايه المكان بتاعي، او حمايه البيت، او حمايه المصنع. اجهزه الانذار هي دي اللي بتخليني اعرف مين دخل، مين دخل في وقت انا مش موجود فيه، او مين اخترق مكاني.
في الحالة ديت أنا بقدر أتصرف، إذا كنت هتصل بالشرطة أو إذا كنت أنا عارف من هناك فأوريدي أنا أقدر أفتح له الباب. طبعاً ماشي يا أستاذ مصطفى، ثواني بس، حضرتك بتقول وأنا هنا أقدر أفتح الباب، طب إزاي دي؟ معلش توضحها لنا. تمام، النظام المتكامل، ما ده اللي إحنا هنتكلم فيه كمان شوية، النظام المتكامل إن أنا بربط كل السيستمز ديت اللي إحنا هنتكلم عليها مع بعض عن طريق كنترولر معين، الكنترولر ده بيبقى ليه أبلكيشن على التليفون بتاعي، اقدر من اي مكان في اي حته اشوف في اي وقت بيتي، يعني اتحكم في المكان بالتليفون. مظبوط، تمام مظبوط. ودي هنيجي للتطبيقات بتاعتها وهنقول هنستفيد منها ازاي. فاحنا اتكلمنا كده على كاميرات المراقبه، اتكلمنا على اجهزه الانذار. الجزء الثالث الانتركم، انا في ناس كتير بتروح بيتي وانا ممكن ابقى في الشغل ومش عارف مين راح، مين جاي. عن طريق الانتركم لو الشخص ده طلبني من مكان بيتي، انا اقدر وانا في شغلي اقدر اعرف مين هناك، في نفس الوقت اقدر اكلمه، ولو انا عارفه ممكن افتح له الباب واخليه يدخل كمان. ده بالنسبه لسيستم الانتركم. احنا عندنا بعد كده الساوند سيستم، الساوند سيستم او الهوم سينما، ديت جزء بقى خاص بالرفاهيه والراحه شويه. لو انا عندي حفله في البيت، وده اللي انا بشوفه كتير مع عملاء عندي، ان هم بيبقوا عندهم حفلات فبيضطروا يتفقوا مع شركات معينه زي الدي جي مثلا ولا حاجه، ان هم يجوا ويبتدوا يشغلوا لهم الحفله بتاعتهم. طيب انا مش محتاج ان انا كل مره ادفع فلوس كتير في حاجه زي كده وان انا اطلب ناس، لا، انا هيبقى عندي الساوند سيستم بتاعي موجود في بيتي، واقدر عن طريق التليفون بتاعي اشغل اي حاجه انا محتاج اشغلها في اي وقت. في ناس كتير برضو بتطلب مني الطلب دوت او بيعانوا منه، ان في ناس بتبقى ساكنه في مكان، المكان ده ما فيهوش حواليه مساجد كتير، فبالتالي ما بيقدروش يعرفوا اوقات مواقيت الصلاه. احنا بيبقى عندنا سيستم اوتوماتيك راكب عندي على الساوند سيستم، في وقت الاذان الصوت بتاع الاذان بيطلع في السماعات، فبقدر اسمع الاذان بسهوله وابقى عارف مواعيد الصلاه بتاعتي او بالظبط كده. بالظبط كده. طيب نيجي بقى للجزء اللي هو الكنترول او السمارت. كل الانظمه ديت بتتربط عندي في الاخر، بيبقى ليها برنامج عندي على التليفون، اقدر من خلال التليفون اشوف حاله البيت عامله ازاي، اقدر اعرف مين دخل مين خرج، اقدر اعرف مين بيطلبني في الوقت ده. لو انا اكتشفت مثلا سي، ودي بتحصل كتير مع الناس، ان انا نزلت مستعجل جدا رحت شغلي نسيت ان انا اقفل التكييف، فطبعا لو انا سبت التكييف شغال لغايه ما انا ارجع هيبوظ. فانا بعمل ايه؟ وصلت المكتب مثلا شكيت ان انا نسيت التكييف، بفتح الابلكيشن بشوف عندي عرفت ان التكييف مفتوح اقدر اقفله. يا استاذ مصطفى حضرتك بتتكلم في خيال تاني، في حاجات يعني خياليه، يعني ازاي اتحكم في كل حاجه وانا قاعد مكاني؟ توفير سبل الراحه بكافه انواعها. لا بص، هو الحاجات دي يعني الحمد لله احنا يعني طبقناها كتير في اماكن كتير، ناس كتير يعني كانت مبسوطه. من اهم حاجه فاحنا حققنا في الوقت الاولاني اللي هو جزء الامان، جزء التوفير اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، ان احنا بنحاول نوفر او بنستخدم السيستم عشان نوفر منه استهلاك الكهرباء مثلا. وده بيوفر لي من 40 ل 80% من استهلاك الكهرباء، من فاتوره الكهرباء. ليه؟ لان انا دايما ما عنديش حاجه قايده باستمرار، ودي الحاجه اللي الناس كتير بتعاني منها، اللي هي ايه؟ انا عندي زي مثلا في ناس الحمام عندهم دايما النور قايد باستمرار وغير مستخدم. لا، انا ما بخليش الكلام ده يحصل. السيستم اوتوماتيك او البيت اوتوماتيك هو بيطفي النور في الوقت اللي ما فيش حد شغال فيه. عندي مثلا الكوريدور او الطرقه دايما النور بتاعها مفتوح. برضو انا بقول لك ما تشيلش هم الموضوع ده، هو البيت اوتوماتيك هيقفل المكان اللي ما فيهوش اضاءه، هيقفل سوري المكان اللي ما فيهوش ناس هيقفل الاضاءه بتاعته. ده في الاخر بيرجع لي بايه؟ بيرجع لي ان انا بنسبه 40 ل 80% من فاتوره الكهرباء بتنزل. فواتير المايه مثلا، انا عندي سي في الحديقه او اللاندسكيب بتاعت البيت، عامل الري اللي بيجي اللي هو بيروي بيس الزرع عندي، ممكن يسيب المايه شغاله باستمرار او سايب المايه شغاله على طول من غير اي لازمه. لا طبعا، انا عندي السيستم بتاعي في توقيتات معينه للمايه اللي هي وقت الري، بنظبطها مثلا سي الساعة 9 مثلا للساعة 10 صباحا يبتدي الري يشتغل. اوتوماتيك تيجي الساعة 10 الري يقفل والمحبس يقفل.
زي مثلا انا مش موجود في البيت او مفيش حد كتير في البيت فما بستهلكش ميه كتير، ليه اخلي المحبس مفتوح بنسبه 100%؟ لا انا اخلي المحبس مفتوح بنسبه 25%. تمام. كل ده البيت هو اللي بيتحكم فيه او البيت هو اللي بيصنعه. انا جاست بديله الروتين الحياتي بتاعي، الروتين بتاعي. انا بصحى الصبح الساعه 7، انا ليه كل نور البيت يبقى قايد الساعه 7؟ لا هو جاست بس المكان اللي انا رايح اللي انا هستخدمه هفطر فيه مثلا. الاقي الاضاءه قادت لوحدها اوتوماتيك. تمام. زي مثلا انا بفطر في خلال نص ساعه، يبقى الاضاءه تفضل قايده لمده نص ساعه. بعد نص ساعه الاضاءه تبتدي تنزل تدريجيا، مش مره واحده تقفل، لا بالعكس تبتدي تنزل تدريجيا. خلاص انا فطرت، خرجت بره بيتي، قفلت الباب، محتاج بيتي يتامن، انا نسيت امنه قبل ما اخرج. لا البيت اوتوماتيك عارف ان انا بخرج من مكاني الساعه 8، بروح شغل الساعه 8، خلاص اجهزه الانذار تشتغل لوحدها اوتوماتيك، الستاير او الشيش كله يقفل اوتوماتيك، الاضاءه كلها تقفل اوتوماتيك، ما يبقاش فيه غير ضوء بسيط جدا. لو انا رجعت البيت وحبيت امشي في جزء معين من البيت هو ده الجزء اللي يبقى منور، بقيه البيت كله مؤمن واضاءته مطفيه عشان ما استهلكش طاقه. يعني احنا بنخرج واحنا مرتاحين، كل حاجه نقدر نعملها بره البيت. تامين كل حاجه. مظبوط. هو ده الغرض الاساسي من البيوت الذكيه. عندي ناس كتير بتعاني من موضوع مهم جدا، او كلنا بنعاني من الموضوع ده. ايه هو؟ احنا كلنا بالليل بنعمل حاجه ثابته في حياتنا، اللي هي النور والشبابيك. بالظبط. دايما كلنا بالليل لازم نمر نشوف ايه الاضاءه اللي قايده ونطفيها. تمام. التكييفات اللي شغاله على الفاضي ملهاش لازمه وبنطفيها. الشبابيك ايه اللي مفتوح وايه اللي مقفول وابتدي اقفل. كل الحاجات دي احنا تقريبا بنعملها بصوره يوميه بالليل. تمام. ولو بنعمل ده على سكيل صغير، في ناس تانية بتعمله على سكيل كبير طبعا. ففي الحاله ديت بيبقى هيدك يومي بيحصل، جهد كبير. طبعا. وناس كتير بتبقى متضايقه من الموضوع ده. انا بقول لك لا، احنا بنقدر في البيوت الذكيه او السمارت هوم اللي احنا بنركبها او الاوتوميشن سيستم، ان احنا بنبرمج زرار معين بيبقى جنب السرير، بحيث ان حضرتك لما توصل انك هتنام لو دوست على الزرار ده كل الشبابيك بتتقفل اوتوماتيك، كل الاضاءه بتتقفل اوتوماتيك ما عدا الحاجات اللي انت عايز تبقى هي اللي تفضل شغاله. التكييفات كلها بتقفل او بتنزل درجه حرارتها. ده كل ده في البروجرامنج، احنا بنقدر نبرمج البيت زي ما احنا عايزين. الميزه الثانيه ان انت بيتك دايما ممكن تقدر تعمله تحديث في اي وقت. يعني لو انا النهارده كل يوم بدوس على الزرار ده بايد انوار معينه، طب انا زهقت انا عايز ايد نور تاني او عايزه يعمل فانكشن تاني، لا خلاص ماشي حضرتك بنروح في 10 دقايق بنقوم مغيرين البرمجه بتاعت البيت كله، بنخلي البيت يقيد بشكل تاني مختلف خالص. ده حضرتك بتتصل بالشركه تيجي تغيرها ولا انا اقدر اعملها لوحدي؟ على حسب، يعني من سيستم لسيستم، يعني من نظام لنظام. في انظمه ينفع اليوزر او العميل هو اللي يقدر يعمل الكلام ده بايده، وفي انظمه تانية نقدر احنا اللي نعمله. احنا في اي وقت احنا تليفوناتنا موجوده. الويب سايت بتاعنا موجود. كل ده اكيد معروض على الشاشه دلوقتي للمشاهدين. تمام. في اي وقت اي حد هيكلمني هنقدر نسبورت او ندعمه في القصه دي. طبعا في فيديو كده يا استاذ مصطفى عاوزين حضرتك تشرحه لنا. تمام. احنا لو الصفحه بتاعتنا فيها كل الاعمال اللي احنا عملناها. مفيش اي حاجه مفبركه، كلها صور من ارض الواقع. في فيديو احنا عاملينه خاص حاليا بترد. تمام. في فيديو احنا عاملينه اللي هو ازاي نقدر نتحكم في البيت بس عن طريق الفويس او عن طريق الصوت. يعني ازاي ادي امر للبيت اقول له ادلي النور، او ازاي ادي امر اقول له افتح الستاير، او ازاي ادي امر اقول له بالصوت. وديت يعني وصلتنا لمرحله كويسه جدا، ان احنا في الفتره بتاعت الكورونا كنا فعلا عاملين الكلام ده عند بعض من العملاء، اتصلوا بينا شكرونا جدا جدا جدا، لان الوقت ده كان ممنوع نلمس اي حاجه. اكيد طبعا. بالظبط كده. كان ممنوع ان انت تلمس اي حاجه طبعا. ففي الوقت دوت هم خلاص ما كانوش بيلمسوا حاجه، هم بيشغلوا التكييف عن طريق كل حاجه، بيشغلوا التكييف عن طريق الصوت، بيشغلوا الستاير، بيشغلوا الاضاءه، بيشغلوا هم قاعدين وبيشغلوا كل حاجه. بالظبط كده. بصراحه يعني مصطفى نبره الصوت بتفرق ولا عادي؟ لا خالص. اي صوت اي فويس اكيد هو معتمده في الاخر على الامر. احنا انت بتقول الامر. الامر اللي احنا مسجلينه
حضرتك بتقوله خلاص بيتنفذ على طول. لكن سواء نبره صوت راجل او ست عادي الموضوع ده ما بتفرقش خالص، ما بتفرقش خالص، ما بتفرقش خالص نهائي في الموضوع ده. وكله بعد ما حضرتك بتدي له اوامر الكل بيفتح وبيسمع الامر يعني زي اوتوماتيك على طول كده. مظبوط مظبوط. انا عارف ان الفيديو مش هيبقى الصوت طالع فيه بس انت لو دخلت على عندنا على الصفحه عندنا على الفيسبوك اكيد هتقدر تسمع تشوف الفيديو صوت وصوره وتقدر تحكم بنفسك حضرتك عاملها حقيقه وبصوت مزبوط. حضرتك مثلا وكل حاجه بتفتح قدامك كل ده من ارض الواقع. تمام. استاذ مصطفى كنت عايزه اعرف يعني ايه ديزاين، حضرتك ذكرتها كذا مره بس انا كنت عايزه اعرف يعني ايه ديزاين. مظبوط. دايما قبل ما حد قبل ما اي حد يعمل اي حاجه في حياته لازم يبقى مخطط ليها كويس ومؤسس لها كويس. احنا في الديزاين بتاعنا بنأسس اي بيت انه يبقى سمارت او فول اوتوماتيك، يعني اقدر اتحكم فيه في كل حاجه، ما فيش حاجه ما اقدرش اتحكم فيها. طيب جه عميل قال لي لا انا مش عايز ابدا بكل حاجه، انا مش محبذة قوي. الديزاين بقى هو 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 السر بتاعنا اللي هو ايه، احنا بنحاول نأسس البيت كله ونبدا تركيب سيستم بالتدريج. بمعنى اصح انا قادر دلوقتي اشغل الكاميرات المراقبه واجهزه الانذار. تمام تمام. طيب مش قادر اشغل بقول لك ما فيش مشكله، ممكن حضرتك تبدا بدول في المرحله الاولى. بعد كده في المرحله الثانيه تقدر تشغل حاجه ثانيه، المرحله الثالثه، المرحله الرابعه، وهكذا. كل حاجه ليها نظام. بالظبط كده. بس في الاساس كله الديزاين اللي هو التاسيس. لو انا عملت التاسيس بتاعي من البدايه صح، انا بعد كده مش هتعب بقيه حياتي في البيت بتاعي خالص نهائي. اكيد ما انا مؤسس صح فمفيش تعب. بالظبط كده. في ناس كتير يعني ما بترضاش تاسس الموضوع ده وتيجي بعد كده بعد ما خلاص وسكن فبيقول يا ريتني كنت عملت. فعلا. فاحنا بنقول لا ما تقولش كلمه كده، وشغل على الفاضي وللاسف مصاريف بتترمي على الارض. استاذ مصطفى انا عايز اقول له ما يعني ما تشيلش هم الموضوع ده. شكل الديكور ليه دعوه بالديزاين؟ طبعا هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول، ان الديكور لو انا ما اسستش صح لللايتنج بتاعه في الاخر الديكور او الشكل الجمالي اللي طالع لي مش هيطلع مظبوط بالشكل اللي انا عايزه. فلازم انا اكون مؤسس لايتنج صح واعمل كنترول بعد كده عليه. طبعا. عن طريق الايه السمارت هوم. الحاجه الثانيه انا مش عايز اقول برضو مش قاطعك بس معانا تليفون من استاذ محمد من القاهره. الو استاذ محمد. الو استاذ محمد. استاذ محمد اتصلت قطع. اتفضل حضرتك كمل لما يرجع اتصل. تمام. اللي كنت عايز اقوله ان السمارت هوم مش لازم يبقى في البيت بس، بالعكس لازم يبقى في شركتي كمان وفي مصنعي. ليه؟ انا محتاج دايما اشوف الشغل بتاعي ماشي ازاي، محتاج اعرف الموظفين بيشتغلوا ولا لا، محتاج اعرف في اضاءه قايده على الفاضي سوري يعني في اضاءه مستهلكه وما فيش حد في المكان ولا لا. يعني مثلا مواعيد العمل عندي في الشغل من 9 ل 5 مثلا. طيب. ففي الوقت ده الموظفين موجودين، فبالتالي اللايتنج او الاضاءه كلها بتبقى عايده مفيش مشكله، التكييفات كلها بتبقى شغاله مفيش مشكله. اللي فيه مشكله بقى ان بعد الساعه 5 او قبل الساعه 9. في موظف ممكن يبقى قاعد بعد الساعه 5 وهو مش بيشتغل او بيشتغل بس يعني هو لوحده. فانا مش محتاج ان الشركه كلها تبقى اضاءتها ايده، لا الجزء بتاعه بس اللي هو واخد عليه سماحيه انه هيقعد فيه هو ده الجزء اللي هيبقى الاضاءه فيه ايده، والتكييف بتاعه هو لوحده هو اللي شغال، وبقيه المبنى كله لا مطفي. ده عشان اول حاجه الامان برضو عشان ما يبقاش في حركه كتير، ما يبقاش في ناس داخله وخارجه وانا ما اعرفهمش، لا الناس اللي معمل لهم سماحيه بس هم اللي بيبقوا قاعدين. الحاجه الثانيه التوفير، توفير الطاقه، توفير تمام. توفير الاستهلاك اللي هي الكهرباء. انا مش محتاج ان انا ابقى قايد نور الشركه كله عشان شخص واحد بس هو اللي قاعد. تخفيض في الاستهلاك كمان. بالظبط كده. فانا لازم السمارت يكون في شركتي ويكون في مصنعي، ما يكونش بس في البيت بس. يعني انا اقدر اتحكم في كل حاجه وانا قاعد على السرير.
بالظبط كده. بالظبط كده. جدا الموضوع دوت هيريح ناس كتير قوي خصوصا المسنين. بخصوص بخصوص موضوع ال مره ثانيه معلش. الو الو استاذ محمد. ايوه ازيك عامله ايه؟ الحمد لله مع حضرتك الباشمهندس مصطفى. اتفضل يا فندم. تمام. احب الاول بس قبل ما ادرس الباشمهندس مصطفى قبل ما اسال الاسئله اللي انا عايز اسالها اتابع الحلقه من الاول. الكلام جميل جدا. بحب اشكره على كل المعلومات اللي هو بيديها لنا. بس باشمهندس مصطفى لو يسع لي صدرك ان انت تفهمني، انا دلوقتي هركب السيستم ده. اوكي كلامك اقنعني، بس في ثلاث نقط مهمين جدا انا كنت حابب اسال عليهم. حته ان انا البيت عندي انا صرفت كتير في توضيبه. تمام. انا مش هينفع اكسر. مش هينفع تقول لي انا همشي اسلاك على الطاير، لان الفيلا عندي بامانه صعب ان يبان فيها اي اسلاك. دي اول نقطه. انا هركب السيستم ده ازاي؟ اذا كان مثلا هركب سيستم الصاوند وسيستم التحكم في الاضاءه والتكييف والكهرباء. دي اول نقطه. تاني نقطه حته التكلفه. انا عايز افهم انا دلوقتي معلش يعني انا هصرف كتير قوي. هيبقى في حدود كام تقريبا لو عايز اعمل الثلاث سيستم اللي قلت لك عليهم؟ واخر نقطه انا ايه اللي يضمنني ان الحاجه دي هتفضل شغاله؟ معلش انت بتتكلم في حاجه في الكهرباء، بتتكلم في حاجه في اساس البيت. فحته ان الحاجه دي تبوظ وان انا اضطر اغير او ان انا اضطر اكسر تاني لو احنا هنكسر في الاول، فالموضوع مقلقني الصراحه. فيا ريت لو تقدر تجاوبني على النقط دي لان انا فعلا مهتم جدا بالموضوع. تمام. شرفنا استاذ محمد. شرف ليا. هو اول سؤال ساله بالنسبه لو المكان اتشطب يعني وخلص. تمام. وهو مش محتاج او عايز يركب السيستم بس مش قادر عشان تكلفه التكسير والكابلات والحاجات دي كلها. احنا دلوقتي في انظمه جديده نازله او نزلت يعني احنا بنستخدمها. دي عباره عن وايرلس سيستم، يعني انظمه لاسلكيه اقدر من خلالها ان انا اكونترول برضو على التكييف وعلى التلفزيون وعلى الاضاءه كل حاجه في البيت من غير ما اكسر اي تكسير في 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 البيت بتاعي خالص. تمام. وهي كلها عباره عن اجهزه بتيجي بتركب مكان الفيكتشرز بتاع سوري المفاتيح بتاعه الكهرباء واقدر استخدمها. بسيطة. حاجات بسيطه جدا من غير اي تكسير. طب حلو جدا. السؤال الثاني هو اللي ساله لي تقريبا اتذكر. انت ممكن تبدا تعمل بيتك بدايه من 10000 جنيه تقفل الشقة كلها 10000 جنيه؟ ممكن تبدأ تعمل السيستم بتاعك بداية من 10000 جنيه الشباب المبتدئ. أكيد طبعا. هو السؤال الثالث كان بخصوص الضمان. أنا حابب أقول له إن كل الأجهزة بيبقى عليها ضمان. دي حاجة. الحاجة الثانية إحنا كشركة إحنا مش معتمدة على فرد، إحنا معتمدة على تيم. إحنا مجموعة من المهندسين ومدعمين معانا بعض من الفنيين على جو ذو فكرة عالية يعني. فانت تقدر في اي وقت تكلمنا احنا نيجي نعمل لك سبورت في اي وقت. جميل ما بنتاخرش على حد الحمد لله. وممكن تسال علينا وتشوف. لا طبعا حضرتك الصفحه بتاعتنا تشوف الاعمال اللي احنا عاملينها. طبعا يا استاذ مصطفى احنا تشرفنا بحضرتك جدا وبعتذر جدا عن نهايه الحلقه. تفضل حاجه بس تحب تضيف حاجه للمشاهدين. انا حابب اسال بس سؤالين للمشاهد. لو انت بتشتري وحده وقدامك وحدتين، واحدة متشطبة تشطيب عادي، واحدة متشطبة سمارت أو نظام ذكي. هتكون الأولوية لمين؟ إنك تروح تفكر أو تشوف هتختار ديت ولا تختار دي؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني لو أنت بتشطب شقتك أو بيتك أو وحدتك وهتختار ما بين إنك تركبها أو تشطبها تشطيب عادي ولا تخليها سمارت وتستفيد منها بعد كده إنك سعر المتر بتاعك هيفرق عن سعر المتر التاني. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه التانيه هتكون ليك الاولويه ان لو حد بيشتري هيتفرج عليه. تختار مين فيهم؟ نشكر حضرتك جدا. شكرًا جدا. نشكر حضرتك جدا استاذ مصطفى بجد انت ابهرتنا النهارده. ربنا يخليك. شكرا. استنونا في الفقره التانيه مع الميك اب ارتست.